الجو العاصف خارج مجلس النواب انعكس هدوءا في الداخل بعدما اقتصرت نشاطات النواب على جلسة لجنة الدفاع التي تابعت البحث في موضوع اللامركزية الإدارية. وحدها قضية المازوت الأحمر خرقت الهدوء هي التي حضرت إلى المجلس عبر النائب محمد الحجار الذي رد على الوزير جبران داسيل معتبرا أنه امتهن التزوير والكذب فيما خص تقرير ديوان المحاسبة. الوزير أراد بمؤتمره استغباء عقول اللبنانيين معتقدا انه هؤلاء اللبنانيين ما بيسمعوا الا منه او من عمه. بس بقول له انا اللبنانيين يا معالي الوزير كشفوك ولاعيبك ما عادت تنطلي على احد، وبتامل انه ما تنطلي كمان على ديوان المحاسبه ولا على الهيئات الرقابيه. أما رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب محمد قباني فأعلن تقديم دعوى قدح وذم ضد النائب نبيل نقولة، كما اتهم بدوره الوزير جبران باسيل بالكذب. بدأ جبران باسيل وأدواته الافتراء علي بالكلام المضلل عن فواتير كهرباء مزعومة تبين أنها تعود لشخص آخر، وقد تولى التضليل أداة لباسيل هو المراقب العام في مؤسسة كهرباء لبنان. ما لا يمكن السكوت عنه هو الادعاءات الكاذبة المتكررة على لسان أحد النواب وإبرازه مستندات مزورة مضللة للرأي العام. لجنة المال والموازنة لم تعقد جلستها كما كان مقررا لعدم اكتمال النصاب بسبب سوء الأحوال الجوية، كما قال للأم تي في عدد من النواب الذين حضروا إلى المجلس.